المعرقلات الحقيقة، بعض المعرقلات اللي يشكلها بعض الكتل السياسية في البرلمان على القانون، مثل توزيع الدوائر، شكل الدوائر، أو حتى بعض مواد القانون. فعلا بعض مواد القانون بحاجة إلى تعديل، مثلا شروط الترشيح فيها بعض التعقيد والمبالغة. أيضا بالنسبة للدوائر الانتخابية، فكل كتلة تحاول أن تمرر شكل الدائرة أو حجم الدائرة التي تناسبها. مع هذا أعتقد مطلوب إعادة نظر في بعض مواد القانون، وأيضا في بعض مواد قانون الأحزاب، لكي نكون أمام انتخابات عادلة تتصف بنوع من الحيادية. طيب أستاذ عادل، في معرض